محمد، ايوه نعلي صوتك شويه بس. ايوه اهلا السلام بيك. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا زويل؟ اهلا بيك. ازيك شيخ محمد؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. عايز تعليقك على القضيه اللي بنناقشها، سفر بعض الشخصيات. تحياتي اولا للاستاذ علاء سعيد. يا اهلا وسهلا. تحياتي للاستاذ محمد عبد الله نصر. اهلا وسهلا بحضرتك، حياك الله. اولا يا استاذ زويل، حضرتك دلوقتي للاسف الشديد يعني احنا الفتنه لها عناصر، يعني للفتنه عناصر، فوجود السنه والشيعه الاخوان السلفيين الليبراليين العلمانيين ده كله في الاخر بيصب في خدمه الكيان الصهيوني. ان كان الاستاذ محمد عبد الله نصر بيقول لسعادتك ان هو كان في المؤتمر دوت من اجل ان اسرائيل هي العدو الاول وان اليهود هم العدو الاول للاسلام والمسلمين، بسال حضرته كان حاضر ليه في رمضان اللي فات دوت الفطار في المعبد اليهودي مع 74 يهودي موجودين في مصر؟ اولا يعني يرد عليا. اولا حضرت الفطار في المعبد اليهودي مع 74 يهودي. لست ضد اليهود، انا ضد الصهاينه، لان هناك يهود ضد الصهيونيه، وانا صليت المغرب وافطرت في المعبد اليهودي بجمهوريه مصر العربيه مع رئيسه الطائفه اليهوديه الوطنيه المخلصه بنت القيادي الوطني السيده مجده هارون وابوها رمز من رموز اليسار طبعا في مصر. ولا احد يستطيع رفض ان يسافر اسرائيل، ووقفت في المعبد اليهودي لاول مره في تاريخ الاسلام شيخ ازهري يرتقي منبر الحاخام، وخطبت وشاءت اراده الله ان اخر حاخام خطب في المنبر ده كان اسمه عفاديا يوسف، وده راجل كان طائفي وعنصري ضد العرب. ده من 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 نعم. اكثر الحاخامات المعادين للعرب والاسلام. صعدت هذا المنبر باراده من الله سبحانه وتعالى وقلت يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والفيديو موجود على اليوتيوب. بس برضه ربنا بيقول من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اعرف معنى الاسلام وبعدين اتكلم. المهم المعبد اليهودي ده في جمهوريه مصر العربيه يا استاذ محمد. طيب شيخ محمد اتفضل، يعني احنا كنا بنتكلم عن اكمل عن الشيعه، انت دخلته كمان بقى هو لابس قضيه صهيونيه دلوقتي تاني. لا لا لا، ما انا عايز اقول لحضرتك يا زويل اللي هو دلوقتي يقول هو يقول ايه يقول ايه حضرتك دلوقتي يقول ايه في الايه اللي بتقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. لا، اليهود المصريين ما بيعدوناش، ومع الدوله المصريه ومع الجيش المصري. لو عايز تطردهم من مصر اتفضل دلوقتي قول يا مولانا ان خطابك طائفي يقصي الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة المدينة على المواطنة، وكان النص الثاني من دستور دولة المدينة أن الموقعين على هذه الوثيقة أمة واحدة من دون الناس، وكان من الموقعين اليهود والصابئة والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطردهم من المدينة إلا بعد أن خانوا دولة المدينة. من حضرتك مولي لليهود في مصر؟ نعم. ما السؤال؟ حضرتك مولي لليهود في مصر؟ بيقول إيه؟ حضرتك موالي لليهود في مصر؟ انت موالي لليهود في مصر؟ كل من يحمل الجنسية المصرية بغض النظر على انتمائه الديني حذاؤه فوق رأسي، كان ملحد كان بوذي كان هندوسي كان مسلم كان مسيحي كان يهودي، طالما معاه الجنسية المصرية أخي في الوطن. قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نذير لك في الخلق. والله قال يا أيها الناس، لم يقل يا أيها المسلمون أو اليهود، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مش لتقاتلوا. ده الفرق يا أستاذ وائل. أنا أقدم خطابا عالميا، يعني تقدر خطاب الإسلام السمح. يعني تقدر تتجوز ملحدة مثلا ولا تقدر تتجوز ابنك لملحدة؟ أنا مش عايز أتجوز أصلا. يعني تقدر حتى بنتك تجوزها ملحد مثلا؟ أنا مش متجوز. يعني تقدر طالما أن الناس كلها واحد؟ أنا مش متجوز. طالما أن الناس كلها واحد يا شيخ محمد، شوف لي عروسة وجهزني. الناس كلها مش تمويل. واحد. بقول لك ايه، ما تديني جزء. لكن تقول لي لكن تقول الناس كلها واحد. والله يا استاذ انا عارف اتجوز 38 سنة وطلعت 56 لقاء تلفزيوني. والله ما عارف. احنا فتحناها شؤون اجتماعية يا استاذ وائل. احنا فتحناها شؤون اجتماعية. يعني انت دلوقتي عايز امال الشنطة بتاعت ايران فين والتمويل؟ الراجل بتاع الحرس الثوري للذين اداني الفلوس طلعت ورق فاضية ما فيهاش. طيب شيخ محمد خليني بس خلينا نتحفظ معاك في موقفك
لو عندي يهودي مصري فهو يعني لا علاقة له بالصهيونية ولا بإسرائيل، لا يمكن أن تأخذ منه موقفا. تقسيم أستاذ وائل، ماشي ماشي، التقسيم اللي موجود دلوقتي في الشرق الأوسط واستخدام الشيعة في تدمير العراق وسوريا واليمن وانتشار الشيعة وحسن مبارك رئيس مصر السابق لم يسمح بدخول الشيعة مصر ولا التشيع ولا السياحة الدينية، وسمح بها الرئيس مرسي المسجون الآن، وكان يعني أول إقامة للحسينيات تقام في عهد الرئيس مرسي، وللأسف الشديد ده باب من أبواب الفتنة، إن الشيعة النهاردة أشد أعداء الإسلام والمسلمين. أفهم من إيه إن الأستاذ محمد عبد الله نصر يروح يحضر مؤتمر في لبنان ويطلع منه على إيران، وبعد كده يحصل عملية ترابط، وبعد كده يبتدي إن هو يقول إن نسيج واحد إزاي، وفي عداء ظاهر وفي تقسيم وفي حرب واضحة جدا 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 ما بين السنة والشيعة. وأفهم من إيه رفع الحظر اللي موجود دلوقتي عن إيران في النووي من أمريكا، واستخدامها كعنصر وكأداة للفتنة في الدول العربية الإسلامية السنة، واستخدامها كسلاح ضد في الشرق الأوسط وتقسيم الشرق الأوسط. أفهم ده كله حضرتك، وارد يفهمني الحرب اللي موجودة دلوقتي الضروف واستخدامها مصر للفتنة. وبعدين برجع حضرتك قبل ما تجيب الضيف، يا ريت تعمل عنه تحريات، حضرتك تبعت كاميرا لبلده تفرض الطابور يسألوا عن تاريخ محمد عبد الله نصر. نعم، أنا من مالكش دعوة بالخاص، لكن أنا أقول أن هذا الخطاب الذي يتبناه الشيخ الإمام في الأوقاف يفرق المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن هذا الخطاب الطائفي الصهيوني الذي يفرق الشيخ المسلمين، مش الشيخ اللي بيفرق سنة الشيعة وشيعة. اللي بيقتلوا في اهل السنة هم اللي بيفرقوا، على اساس ان اهل السنة بيحدفوا عليهم بونبوني الشيعة اللي شيخ الازهر اللي انت بتشتمه. اتفضل يا استاذ وائل، بقول لك ايه، في سوريا جابت شيخ الازهر سنة. شيخ الازهر اللي مطلع بيان في الشيعة اللي بيقولوا انهم بيقتلوا في اهل السنة والسلفيين سنة. انت بتتكلم في بيت المقدس سنة، انت دلوقتي طائفي يا استاذ محمد. الشيعة والسنة اثنين لاثنين على خطأ، وأدعو مش الجميع اللي انت بتقول عليه طائفية مسلمين سلفية، مش انت بتقصيهم، معرفش مين بتقصيهم، مش دي طائفية اللي انت بتعملها دي. ده شيخ الأزهر يا أستاذ وائل اللي طلع بيان في قوات الحشد الشيعي اللي بتقتل. طيب في أهل السنة، عشان الشيخ مع أهل العراق ضد ان أهل العراق يحرروا بلدهم، محمد يحط ايده. طيب في ايديهم. عشان الشيخ محمد، يا شيخ محمد كمل بس، انت يعني هنا بتاخد من المعبد اليهودي لآيات الله في إيران، عايز تقول إيه يعني في النهاية؟ عايز أقول حضرتك دلوقتي إن للفتنة عناصر، وإن الكيان الصهيوني لن يترك الدول العربية والإسلامية بخير، لأنه ما عندهم ثقافة أو عقيدة بناء الامبراطوريه الصهيونيه التي تمتد حدودها من النيل الى الفرات، من مصر الى العراق، وما انتهوا دلوقتي من العراق وانتهوا من سوريا وما فضلش امامهم مصر، وثوره 30/6 واتيان الرئيس السيسي لحكم مصر في هذا التوقيت، هو رجل مخابراتي حربي يفهم جيدا كيف إدارة الدولة وكيف يدير دولة، هو الذي منع عدوث فتنة في مصر، وهو الذي منع اقتتال أهل في مصر ما بين الإخوان وبين العلمانيين والليبراليين والسلفيين، لأن مصر مستهدفة. وزوائل لما يطلع علينا الأستاذ محمد عبد الله نصر ويطلع النهاردة على لبنان ويطلع على إيران، إيه مفهوم أين أجهزة الأمن؟ أين تتبع أجهزة الأمن من هؤلاء المشايخ الذين لا نعلم عنهم شيء ولا حتى. الشيخ علي جمعة راح إسرائيل ما اتكلمتش. الشيخ علي جمعة زار إسرائيل ولا ما زارهاش؟ وراح المسجد الأقصى. وحضرتك كنت تغطي مين أتكلم وما اتكلمتش؟ وحضرتك اتطلبت مني اتكلم وما اتكلمتش؟ وبالمناسبة أنا رايح العراق وسوريا والصومال وأثيوبيا وبوركينا فاسو واللي تبني في الكورة بتاعت الكورة دي كوت ديفوار. سعادتك وتطلبت مني الشهرين الجايين. ما اتكلمتش يا أستاذ محمد. رايح سوريا فين؟ رايح سوريا بدعوة من مفتي سوريا. رايح سوريا يناصر يؤيد بشار الأسد. يؤيد الجيش السوري لأنه جزء من مصر. أمال ما بتأيدش الجيش المصري ليه؟ ما بتأيدش الجيش المصري ليه؟ طالما مش عارف. ما بتقول ما بتأيدش الجيش المصري ليه يا شيخ محمد؟ الجيش المصري؟
الجيش المصري طبعا انت مش محتاج تقول لي ايده، انا ابن ضابط عسكري يا راجل يا راجل، ده انت امبارح منوفي يعني شريطين على فمي ولا كمي ولا فدانين عند امي، ده انا لو جبت لك التسجيل بتاعي ده احنا محافظه الجيش، ده انت بتقول يا راجل يعني الجيش على حق، كل المنايفه جيش وانا منوفي من طيب كفر طيب الباجور طيب. يعني جيناتي جيش، الحوثيين على حق ولا على باطل يا شيخ محمد؟ اهل اليمن هم اللي حددوا، وانت بصفه ان مصر بتحارب في هذه مصر ما بتحاربش حد، برضه مصر ما بتحاربش حد، الجيش السوري هو الجيش الاول المصري، فشرف لاي حد طيب. انه يدعم جيش سوريا طبعا. قبل ما يعني ما يعني عايز يعني هنا اذا اتهمنا كل مسافر بالعوده بمخطط واموال لازم يبقى عندي ادله، فين مستنداتك؟ وريني مستنداتك واطلع بيها على النائب العام الصبح، وما طلعتش سياده النائب العام هل هذه دوله قانون؟ هذا يتهموني دولة القانون وقفتك في المطار، دولة القانون وقفتك في المطار، جابوني شاي ونسكافيه وروحوني 12 ساعة يا عم، شايف شاي ونسكافيه، والله العظيم شايف 18 ساعة، ده انت قاعد من الساعة 11 الصبح لغاية الساعة 3 ولا 4 بالليل قاعد في التكييف، يعني استجوبوك وصدروا منك اللابتوب وصدروا منك التربة الحسينية وصدروا منك الكتب، قبضوا عليا، يبقى معناها ايه؟ قبضوا عليا، معناها ايه؟ انت فين مستنداتك يا استاذ محمد؟ ما معكش مستندات، بالله عليك انا اطلب منك فين المستند بتاع الخمس بالله طرق؟ عليك تعرض لي الفيديو بتاع الاستاذ محمد، اتفضل البيبي يقول ايه؟ بالله عليك تعرض لي الفيديو بتاع الاستاذ محمد، خدت 5500 فين؟ يا ابني فين المستند اللي معاك؟ ده اللي انت خدته، ده اللي انت خدته بمقام 10000 دولار، انا يا ابني لا تو... من سبقك من سبقك ان زال عزم الجبال لا يزول عزمي واموال الدنيا تحت حذائي، هدي اعصابك كده، امال كنت بتعمل ايه هناك؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بدعو الى الله. طيب بس هنا هنا يا استاذ علاء، هنا لما اقول انه الشيخ ميزو في إشارة للشيخ محمد عبد الله نصر، ما تبلاش ميزو على ميزو عشان بيزعل منها، ده سب وقذف يا حبيبي والله لأحبسك يا راجل يا راجل، ده انت امبارح سبتني في سمع الأستاذ وائل طيب. على التلي... على الشات التلفزيون طيب. مصر كلها لما... لما... وقلت للأستاذ وائل طيب. شهادة لله أستاذ وائل قلت طيب. لك إيه؟ إن أنا مش هتقدم فيه ببلاغ، ليه؟ لا ما تتقدم يا راجل، اتقدم ده انت تقول لي أنا تقول لي أنا يا قذر بلاغات، أنا ماليش لسان أقول لك، طبعا ماليش لسان أقول لك، فين المستند ابو 5500 دولار؟ لما تقول انه بيبحث عن الشهره والمال، اه بيبحث محمد نصر، محمد نصر حيث تم منح اكثر من 5000 دولار لكل من شارك في المؤتمر، اه طبعا ادوا لكل من شارك واللي سافروا قبل منه، فين المستندات؟ واللي سافروا قبل منه ايتوني بكتاب، قول هاتوا برهانات، هتتعلل وتقول هات لي مستند من حزب الله يا راجل، هجيب لك يعني انت بتتهمني بدون علم؟ انا بتهمك، وروح قدم بلاغ بكره في النائب العام يا محمد نصر، يا رئيس يا سياده رئيس السيسي، هو الراجل ده بيدور أموال البلد واحنا نايمين ولا ايه؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده، رئيس السيسي اللي انت شتمته عيب، عيب تشتم رئيس بلدك، انت الذي سببت جيش عيب بلدك، عيب. طب بالله عليك يا استاذ انت وائل، الذي تتواطأ مع اسرائيل لتقسيم الشرق الاوسط على اساس طائفي اللي فيه الاستاذ محمد، بالله عليك وامانه عشان الناس ما هو تعرف، ما هو كمان لا عنده يقول يجيب اللي عنده، اعرف فيديوهات يجيب اللي عنده اعرف ويعرض الفيديو، واذا كان سمعني كلمه قلت حق كلمه في حق، طيب يبقى انا هبعد عن القضيه الاساسيه، لا اديني بس اهم حاجه يا استاذ وائل، بالله عليك بالله عليك تديني الشريط اللي هو فيه الاستاذ محمد بيشتم المجلس العسكري والجيش والرئيس السيسي، اديني كمان فيديوهات وهو بيقول على 30 6 هات 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 بيقول على الجيش عميل، شيخ محمد استاذ محمد اتفضل قول لي بس في تعليق اخير استاذ وائل، كلمه اخيره اتفضل، كلمه اخيره بس للاستاذ محمد عبد الله نصر، اتفضل ما هو سامعك اتفضل، للفتنه عناصر يا استاذ محمد يا عبد الله يا نصر، لا تكن عنصر من عناصر الفتنه من باب خالف تعرف، لا تكن عنصر من عناصر الفتنه، انا عنصر من عناصر توحيد الامه، وباذن الله سأقتفي أثر الإمام محمد عبده والشيخ شلتوتي الذي أنشأ مؤسسة التقريب بين السنة والشيعة، وأصدر بيانا أن الشيعة مسلمون على خطى الأئمة العظام، أرفع علم مصر في كل بلاد الدنيا، أستعيد مجد المؤسسة الدينية، أنت مش على منبر، ده أنت الأوقاف ما رضيتش تديك تصريح تطلع المنابر لأنك صرقت، لكن إدت ياسر برهامي صرقت مين؟ إدت ياسر برهامي والمتطرفين وزارة الأوقاف اللي نصها إخوان وسلفيين، ما تخطبش علشان أنت غير مخول ليك بالخطابة، أنت لا تستطيع أن تمنعي، اسكت يا غلام اسكت، لا أي تجاوز، طيب لا استنى لا 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 أستاذ وائل، لا 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 لا
اذا ما اعتذرش دلوقتي لا طيب. يعتذر دلوقتي حالا كده لو سمعت لو يعتذر سمعت. يعتذر دلوقتي حالا على كلامه. انت اللي بدات يعني مش عايز انا قلت لسعادتك ايه وانا وعدك بايه طيب. سعادتك اتفقنا انه ما يبقاش فيه وكان راضي ما كانش راضي يجي اللقاء علشاني طيب. انا خايف منك ولا ايه الاستاذ وائل شاهد وهو اللي اقنعني يعني طب انا مش لا يا استاذ وائل انا مش هتجاوز النقطه دي بعد اذنك طيب خلاص انا يا سيدي بعتذر لك كلمه غلام ليست سبب لا انا بعتبرها سبب يعني انت غلام يعني انا اقول لك يا عيل تبقى لا هي غلام يعني عيل كانت سبا فانا اعتذر لك لكنها ليست سبب خلاص هو الراجل وانا اتغاضى عن كلمه قذر بشكل محمد بتوجه لك بالشكر الف شكر